يا ما تخميش عخليني نخمم. يا ودي ما تخممش، راه غتموت صغير. ما تخميش عخليني نخمم. يا ما تخلاني انا اللي برك نخمم. ليلة العزوب جا عندي جلالي مول القرنة، صاحب مرحوم بو عزة الله يرحمه، قال لي يا سمعي بدناش بو عزة القزار قبل ما ياخذك كان خويا وكثر من صاحبي، ورا العشرة تهوني على ولاد الحرام، وانا اللي لجيت ناخذك بالقانون والشرع، ونبقى نشم فيك ريحة صاحبي المرحوم بو عزة. هو صاحب بو عزة راه كانت فيها ريحة الباين، تيقتو خديتو. هي في الحقيقة ما خديتوش، هو اللي خادني. ديك الساعة كانوا الرجالة هما اللي ياخدوا العيالات ماشي بحال دركا. المهم أنا راك تعب بحال الأمانة، اللي كياخدني كيموت وكيخليني للآخر. جلالي مول القرنة قالك خداني شم فيا ريحة صاحبو المرحوم بو عزة، ضرب معايا شهرين صيف ترقد حداه. يلا واتشامو درك. ايوا ومات جلالي مول القرنة وخلاني بحال الوردة، ما كنتش نخرج نتقدى. نهار خرجت نتقدى تقداني مولاي تامي الخدار. مولاي تامي الخدار أسرع رجل في العالم، هذاك ليلة العرس عقدهم خلاني فوق العمارية، بغاو ينزلوني نقص عبد القادر مول المجامر، قال لي والله لا نزلت أنا ناخذها. خداني عبد القادر كان واخد جوج عيالات قبل مني. واحد ليلة نعقل عاد تجمعنا بثلاثة في بيت نعاس، ولينا ندور في عينينا قلنا الراجل ماله، قالك راني بغيت نمشي للحج نديكم معايا بثلاثة. العيالات فرحوا لو يتناقزوا، قلت لهم انا مسامحه لكم ما سيروا، بقى ما درتش الذنوب. ايوا وقطعوا الطياره ومشاو للحج الله يقبل، شعلت العافيه في مين ندفنوهم تما بثلاثه. الراجل السادس على سنه الله ورسوله مسعود مول سيبير. مسعود يا مسعود كان يطير، كان طويل بحال العمود، كانوا يقولوا لي الريزو. ضرب معايا شهرين مشى لي الريزو، هي في الحقيقه 3 شهور، ولا اني الشهر الثالث كملوا معايا عبد الويفي.